لو ديجيتال الا ما وكبناش وما كوناش روسنا وما دارت شي كيف ما قال هذاك نعاود لهم الترابيج لا اعاده التكوين الاقتصادي والتدبيري سادير لو ماناجمنت ونو بو بلو جيري كوم اون جيران بولاي شان قبل الدجاجات بيض لي وندير لها 11 بيضه ولا 14 بيضه باش نستنى نبيعها الوك ما كاينش التمين ديال كفكره ديال المشروع. اذا هنا في الخلاصه اللي بغيت نقول انه اي مشروع مشروع لا بدا يبدا ولكن خاصو توابيت توابيت باش يكون دائما اطار قانوني ويحترم جميع لي كونترات. علاش دائما تنقولها في الندوات العلميه وفي الملتقيات لا لوا كونتون لا كوني اي ميتريز اي ديزاين اوبورتونيتي كونتون لا كوني با اي اون لا ميتريز با اي ديفيان اون كونترات. ديال القانون راه لاستيك ولكن خصنا نعرفو باش يخدم الصالح ديال التنميه ديالي وفي التنميه انا ما يمكنش انا بوحدي اللي كاين. من بين العراقيل نعطيكم على سبيل المثال دون وطن 5 ايطوال شحال تخلصوا له تاك زو سيجور 10 درهم. هاد ميزون دوت كلاسي دوزيام كاتيجوري شحال 25 درهم لا تاك زو سيجور. واش هاد المشري احمق؟ هلا دار الضيافه في الجبل 25 درهم واش يوصلوا؟ فين هي لا بوليتيك بيبليك السياسه العموميه فين هي؟ ونفس الشيء لا تاكس لاسيورونس ديال لا ريسبونسابيلتي سيفيل بروفيسيونيل لا ملتي ريسك انا الوحيد اللي تنخلص انا في تيموليل ما عمري خدمت لان جات مع كورونا ما خدمتش ولكن كل عندها نخلصها حمايه للجميع. وهنا بغيت نشير لواحد الحاجه مهمه في اطار مقاربه النوع او ما اسميه كذلك الجندره درت ثلاثه لي بيسين وحده درتها غير للعيالات. علاش؟ حفاظا على التقاليد المحليه ماشي المراه تملع منها من لا بيسين ماشي حك مرا قراويه مثلا لا بيسين حفاظا على التقاليد والاعراف. وهنا نبغي نشير بأن العنصر النسوي أساسي في التنمية وتنقولها بالعلالة في التيموليد الإخوان من المجلس عارفين كل شيء تنقول لهم أنا تندير الثقة في العيالات وما نديرهاش في الرجال والعيالات صالحات وما تيكذبوش وما تينفقوش والرجال أكثر يغار الزكزاك. إذا هنا ولكن شنو خاص؟ ما خاصناش نلومو لا الرجال لا العيالات الأمور روسنا لأن خاص التكوين يكون مستمر ويكون فائدة للجميع ما يبقاش لي مونوبول الاحتكار. اللي عنده شي ميدان ديال المعرفة يحولو للآخرين باش يكون فيدباك. إذا ما كانش الفيدباك يعني ريان كيما في الاستثمار تيجي واحد يستثمر كيسكي لاتون إلاتون أن فيدباك أن روتور سير انفيستيسمون c'est ce qu'on appelle en anglais le payback period. Au bout de combien de temps je vais récupérer mon capital. L'américain, je sais pas les francophones ou les africains du nord, tu vois le rebais, ou même là, tu vois le risque. Le risque, c'est l'assas. Parce que je vais garder la flou, je vais garder le temps, je vais garder le temps. Et donc, là, tu vas dire l'équation inverse, parce que nous avons l'investissement durable. اشنو هو الانفستيسمون اماتيريال؟ اشنو هو لو باتريمون اماتيريال؟ اشنو هما لي ريسورس زيمان؟ اشنو هو لو كابيتال اومان دي مانيير جينيرال؟ علما انه في الدول المتقدمه باش تعبر القياس ديال التنميه ماشي غير المادي حتى اللامادي الصحه البيئه المرافق العموميه المدارس الصحة العدالة إلى آخره. وهنا
تنشر بأن يعني الحمد لله في إطار السياسة اللي نجاها هذه الكبيرة نصر الله جهة متقدمة، إشراك الفاعليات، إشراك المؤسسات، المواكبة عن قرب والمراقبة. إن المراقبة كما كانت تقولوا بالدارجة المغربية عيب البحيرة تفتشى، إن ماشي كلشي صالح. قال لكم أنا حكم خدمتي ما عمرني لقيت شي حاجة نيشان. كنت مثلا نعطيكم مثال، كنت ندير لك لاراج بوبليك، تنمشي تنناقش مع الممولين تناخذهم 750 درهم، جامع القراوي المجاورة تدير لهم 2750 درهم. إذا هذاك الشيء لونوار دون لونوار سي فيني. وزارة المالية ما كانتش تقوم بالواجب ديالها في هذا الباب. كنت في 1994 طلبت من السيد العام آنذاك باش نديرو مراجعة للمستغلين ديال المقاليع. كانت شي اكسبلوزيون دو كارير هنا، خرجنا لهم شي 500 مليون. مشاو داروا اللوبيين، ما عرفت شكون اللي وقف معاهم في الرباط، جاهم الإعفاء. وكانوا ناس صحاب الكاريانة تحلفوا عليا نقتلوه نضربوه بالترام في التراكس نضربوه بالكاميو إلى آخره. إذا القانون واخا تيكون لاستيك راه تكون عندك المسؤولية، راه ما يخليوش. كان ملفات تاني تتصيفطهم تما بالزاريري ريكوفرون في لافان داني، تصيفطو للبرسيبتور تينعس عليهم. إذا أنا شنو، ولكن دابا راه مع لي كور دي كونت ريجيونال و لانسبكسيون جينيرال دادميستراسيون تيريتوريال، الله اللي حصل ما يتأدي، ما بقاش جاك اسميتو. إذا الغطاء القانوني راه ما بقاش، ولا الغطاء القانوني ما عمرو كان، ولكن كان الغطاء الإداري. إذا هذاك الغطاء الإداري ما بقاش، اللي حصل يحصل يدي يأدي. لاحظت بأن مجموعة من المعايير لكن ماشي المواطنين المسؤولين عليها. عندما هنا ترجع لواحد المقولة أجنبية تقول إن جامي دو فول سون روسان، ما تيكونش شفار حتى تيكون شاري. كيسك سا فو دير؟ سا دير ما يكونش شفار واحد، يكونو اورغانيزاسيون. وهنا تنسميه لا كريميناليتي اون كول بلون، لابس قميجة بيضاء، كرافاتا كرونا، فهمتي، سروع في كوستيم إلى آخره، ولكن عنده شبكة، شبكة ديال الشبكة اللصوصية. ولكن تاه في هذا الإطار هذا اللي مشى يحصل مشى فيها. إذا نديرو واحد المراجعة للضمير ديالنا جميع، مسؤولين أو أشخاص، باش كلنا نشاركو في السياسة اللي نهجها صاحب الجلالة نصر الله، هي تنمية للجميع والتنمية المستدامة، و في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإنشاء مشاريع مهيكلة، سادير دي بروجي دانفيستيسمون ستركتيون، اللي عندهم أن كاركتير دورابل، بحال كيف ما تنشوفو مثلا أغروبول في بني ملال، يعني عنده واحد لامباكت سو لو ديفلوبمون ريجيونال، علما أنو كانو لي ماتير بروميير ديالنا كلهم تيمشيو للدار البيضاء، حتى لاستاسيون دو تري ديال الليمون. اللي كانت في بني ملال سدوها باش يخدموا الناس ديال كازا بلونكا والناس ديال برشي. مع غروبول دابا سي لو كاتريام ماروك، كان ديال فاس وكان ديال بركان وكبير، هادي ديال بني ملال تابوها دابا غادي يخدم. اذا غنعطيو لا برودكتيفيتي الى بروفيتابيليتي لا برودكسيون اغريكول ريجيونال.
نفس الشيء فيما يخص لو سيكلاج دي زو انا دروار عشنا 3 سنين ديال الجفاف لو كان سيدنا لاينس روما تاجك المشروع ديال هذه الساسون دو فولمون باش تنتج الالكتريسيتي الضروري الانرجي الهيدروالكتريك تقطع الضوء على الدار البيضاء ديال المصانع كلها غتحرس اذا هناك الماء لي روسيكلي بعدا ما كانش الماء ديال الصقاره كاين الانرجي نفس الشيء فيما يخص المطار ديال بني ملال كانوا مازال مسدين عليه ولكن كانوا الناس ديال الجهه كان شي هنا الحمداوي اللي كان خازن عام مكره سابقا واحد وزير التجهيز دافعوا حتى باش يديروا لوتوروت وديروا المطار الى اخره وهنا الجهه ديالنا فيها كفاءات عده في عده اختصاصات ولكن كان اللي ما عمرو رجع للبلاد وكاع لان شنو هو الدور البلاد ديالك ما درتيهاش فيها خير وتمشي تبني ليها فيلا في حي الرياض وما درتي حتى حاجه في بلادك شنو حتى دارهم ولات ايروين عندنا اطباء من تيموليت ما عمرهم جاوا للبلاد عندنا مهندسين ما عمرهم جاوا للبلاد عندنا واحد كان مدير ديال لونيب ما عمرو فكر غير يدير المال تيموليت ولا الوزارات ولا لا اذا شنو هذا الشيء اذا راه بنادم ما حكى جلدك مثل ظفرك وهنا الكفاءات المحليه والجهويه والاقليميه خاصها تندمج بيناتها باش ياخذوا ملفات ويمشيو عند المسؤولين الكبار في الرباط علما مثلا نعطيك كاين لو كونساي سوبيريور دو لو انا الوحيد اللي كنت نصيفط له ملتمسات يدورنا دي لاك كولينال الفيضانات راه تنشوفو واللي برا شكون راه ساكوتريا كي ساكري لومبلوا لوكال ومنها غاد الحفاظ على البيئه والحفاظ على لافلوم والى اخره وهنا باش الاخوان اللي ماشيين من لا ريفيون كانت هنا لا ديرنيير بونتير غريز 1972 دازت من هنا مشات هجمات على الناس وقتلوها ليسبيس مشات من المغرب لو ليون دو لاطلاس هو كاين في ميريكان وكاين في الانجليز وما كانش عندنا وفي اطار جمعيه احمد الحصالي درنا ملتمسات باش ريكوبيريو دي زيسبيس من لو ليون دو لاطلاس ودار اون ريزيرف نفس الشيء بالنسبه للجو بارك ديال مكون اللي غتمشيو ليه درنا ملتمس لوزارة الطاقة والمعادن باش نجيبو الديناصور ديالنا نحطوه ونديرو في البارك لأن هنا طاقة استيعابية من الناحية السياحية هنا إذا المستقبل إن شاء الله غادي يكون زاهر ولكن بتضافر الجهود وإعادة التربية الاقتصادية التدبيرية والاختزال الاجتماعي لا ريديكاسيون ايكونوميك ماناجوريال غير ادابتاسيون سوسيال علما انه باقي واحد لي تراديسيون دي مورس كاين شي سوسيولوج معنا لي تراديسيون دي مورس سو دريس توجور كونتر لو ديفلوبمون علاش لان التاريخ ديال المغرب بني على العشيره القبليه قيدانية الزاوية إلى آخره راه كل خص دابا نكون واقعيين عندنا بغينا نخدمو نديرو يد فليد أنا كنت هنا في 1986 حفرت بيه كان كلشي هذا الدوار هذا كان كلشي يهرب مشاو تيقلبو على الماء حفرت بيه شريت جروب موتور بومب قلت الناس باش يتوانسوا شويه مع التنميه ثم تبقاو تخلصوا المازوت بداو تضربوا بيناتهم على الماء هذا بغى يخلص هذا ما بغاش يخلص وبالملاحظه ملي تحفر هذا البير هذا ولاو الطيور اللي مشاو انضطروا ورجعوا لان الماء هو اساس الحياه
وأختم بهذا القسط. مرحبا بكم، شكرا.